النابة في دورته الثالثة في اعتقادي يشكل يعني إضافة نوعية من حيث عدد الأفلام بالجودة نتاعها بالجمالية نتاعها وحتى أيضا على مستوى المواضيع كما الفيلم اللي شفنا هذا المساء نتاع شرويدر اللي يتعرض إلى قضية إنسانية مأساوية اللي هي الروهينجا بمنظور سينمائي وثقافي وإنساني جريء جدا. إذا المهرجان أيضا هذا يشهد العديد من الأفلام اللي في الحقيقة أنا نقول أنها أفلام عاشت عصرها كما الأفلام اللي تعرضت المأساة السورية الأفلام اللي تعرضت إلى المستويات نتاع الإرهاب نتاع التطرف. إذا أنا في اعتقادي أن هذا المهرجان هو مهرجان يعيش اللحظة الإنسانية في تاريخيتها وفي سيرورتها الاجتماعية والسياسية والمقاربة بطبيعة الحال الثقافية. مهرجان النابة أصبح حدث ثقافي دولي هام، الناس ينتظروه كما تلاحظوا على اعتبار أيضا أنه نافذة متوسطية ومعروفة عن النابة بأن عندها جمهور سينمائي يعني عريق يحب السينما يحب هذه الجماليات اللي تعرضها الشاشة مهما تكون بعض النقائص، فإن هذا المهرجان هو إضافة نوعية لمهرجانات السينما في الجزائر.